وصلنا معكم لفقرة جديدة من صباحنا، وموضوعنا بهم كل الأشخاص والشباب المقبلين على سوق العمل. اليوم من أكثر الأمور للأسف يلي بتواجه الشباب الجامعي بعد التخرج صعوبة الحصول على فرصة عمل بتناسبهم بمختلف الاختصاصات. بهي الفترة بيكون فيها الطالب أو الشاب بحالة من الضياع والتشتت، إنه أنا شو هي المهارات اللي لازم اكتسبها وشو هي الطرق وتساؤلات كثيرة يا عفاف. أكيد يا هادي، اليوم تساؤلات كتير بتحصل عند الشباب الجامعيين، وممكن يكونوا هنن عم يرتكبوا أخطاء شائعة وعم يركزوا على الجانب النظري بس بدون الاهتمام بالجانب العملي أو حتى يسوقوا لنفسهم بطريقة صحيحة. فأكيد ممكن يكون في شوية أخطاء شائعة منهم وتساؤلات كتير حول هذا الموضوع، ومنعرف بهي المرحلة قديش هنن بحاجة لحتى يكونوا قادرين على تسويق أنفسهم بطريقة صحيحة وحتى يلاقوا فرصتهم بالاختصاصات يلي موجودة عندهم. ولازم هو يكون أكيد متطور أكاديميا ومهنيا وقادر أنه يخوض تجارب عديدة لحتى أنه يلاقي هو الشيء يلي بيحب فيه وأكيد بيحبه. اليوم تساؤلات كتير واستفسارات كتير أيضا مع ضيفنا الاختصاصي بالإدارة وسوق العمل علي نزار. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. شكرا للاستضافة. صباح الخير علي. شكرا، اهلا وسهلا فيك، نورت صباحنا. علي، عم نحكي عن موضوع كثير مهم، ولا سيما اليوم يمكن كثير من الشباب مروا بهي المرحله، بيعرفوا قد ايه هي صعبه انه نحصل على فرصه عمل. خلينا بالبدايه نخبر المشاهدين شو هي المهارات الاساسيه او القواعد اللي لازم يكتسبوها الشباب قبل دخول سوق العمل. هلا بدايه نحن عندنا ثلاث امور اساسيه اللي هي اخلاقيات العمل والالتزام بقانون العمل والبعد عن النظرة المادية. هاي الأمور الثلاثة الأساسية لازم يفهمهم أي شخص أو أي شاب مقبل على سوق العمل. ما بعد هاي الأمور الثلاثة الأساسية بيبقى الأمر نسبي جدا، يعني أي شخص ممكن يكون له قواعده الخاصة بالعمل، ممكن يكون عنده أفكاره الخاصة، أمور هي بتناسبه وتناسب ظروفه الحياتية، ولكن ضمن هاي الأمور الثلاثة الأساسية إذا التزم فيهم فهو حيلتزم بالشيء خلينا نقول مجتمعيا صح، ولكن فيما بعد يختلف كل شخص عن شخص آخر. اليوم علي، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا اللي صارت هي محور اهتمام كثير من الأشخاص، ولكن الشباب ممكن يستخدموه بطريقة خاطئة أو حتى ما يعرفوا يسوقوا لنفسهم بمواقع التواصل الاجتماعي. اليوم شو الطريقة الصحيحة لحتى اليوم كل شاب جامعي عم يبحث عن فرصة عمل يسوق لنفسه بطريقة صح ويكون مستعد للتجربة؟ هلا بما يخص السوشيال ميديا هو موضوع شوي مختلف، لانه الانسان او الشاب يلي يبحث عن عمل ممكن يلاقي شغل عن طريق السوشيال ميديا، يعني ممكن يبحث عن طريق المنصات او مواقع التواصل الاجتماعي عن فرصه عمل داخل السوشيال ميديا، ولكن يسوق لحاله كشخص يبحث عن فرصه عمل عن خلال صفحته الشخصيه فهذا امر صعب نسبيا. هو ممكن يعمل شغلتين اساسيتين بما يخص السوشيال ميديا، اولا انه يكون عنده مشروع خاص هو يروج لنفسه من خلال السوشيال ميديا، او ممكن هو يكون عم يعمل بمرحله التقدم الوظيفي، يعني انا اليوم مثلا عملت ورشه بكليه العالم او عملت ورشه بمكان معين، فانا بحاول اني استثمر هي الفيديوهات او استثمر هي الورشه ضمن السوشيال ميديا عندي او ضمن صفحاتي على السوشيال ميديا لحتى انا اقدر اعمل شيء على يعني بما يسمى التقدم الوظيفي عندي على الكارير تبعي على المسيره المهنيه عندي، ولكن انا ابحث عن عمل من خلال صفحتي الشخصيه فهو امر صعب نسبيا، ما حنقدر تقدمي محتوى انه انا عم دور على فرصه عمل، ولكن ممكن استخدم مواقع التوظيف او القصص اللي هي منصات التواصل الاجتماعي واكيد حيلاقي فرصه عمل، لانه السوشيال ميديا هلا سوق العمل هلا هو كله عن طريق السوشيال ميديا اساسا، ما عاد في شيء اللي هو التقديم بشكل مباشر او بشكل شخصي. او يتواصل معك؟ او يتواصل معنا طبعا، نحن بنساعد الاشخاص حتى تلاقي فرصه عمل، نحن هذا الشيء بنعمله مجانا. حاليا نحن هلا عم نمارس هذا الشيء بالوطن العربي، وان شاء الله قريبا يعني بنتمنى نوصل لاماكن ابعد من الوطن العربي. ان شاء الله يا رب، تستاهلوا كل التوفيق. علي، اليوم يمكن للاسف كثير من الشباب بتستهون بقصه الشهاده الجامعيه، بيقولوا لك انه الخبره اليوم هي اهم، الشركات والمؤسسات اليوم هي بتطلب خبره لسنوات معينه، ما ممكن تركز على الشهاده الجامعيه. خلينا نحكي عن اهميه الدراسه الاكاديميه لجانب الخبره العمليه، قد هي اليوم بتساهم بثقل الخبره؟ هلا هذا الشيء لفتني جدا خاصه بما يخص الدراسه الاكاديميه، اغلب شبابنا اليوم عم ينظروا للجامعه او الدراسه الاكاديميه انه هي غير مفيده، وهذا امر خاطئ تماما، لانه انت اليوم اذا ما كان عندك الجانب النظري فما حيكون عندك الجانب العملي، كيف انت بدك تشتغل؟ بقول لك انا بس نظري، لا، انت نظري بالبدايه ثم عملي، فانت اليوم اذا ما كان عندك هذا الجانب النظري، انت شخص ملم اكاديميا بالمجال تبعك، اضافه لموضوع العلاقات، انا حكيت بالورشه التدريبيه اللي مارسناها بجامعه دمشق، عملناها بجامعه دمشق، قديش مهم الجامعه تستفيد من خلال علاقاتك، الاشخاص اللي كانوا معك بالجامعه، قديش مهم انت
تبني علاقة معه ممتازة لحتى بالمستقبل ممكن يكون هذا الشخص هو وسيلتك لحتى تلاقي شغل، ممكن يكون صحيح. وسيلتك لحتى تطور من نفسك إن كان على صعيد مهنياً أو اجتماعياً أو عدة أمور أخرى. فعنا بداية الموضوع الأكاديمي، موضوع الدراسة الأكاديمية النظرية كتير مهمة، والشهادة جدا مهمة، وأيضا موضوع العلاقات ممكن تستفيد فيها من ضمن الجامعة إن كان مع الطلاب أو مع الدكاترة. فهذا أمر مركز عليه دائما، أنه الشخص اللي يدرس بالجامعة وحتى الأشخاص اللي هنا ما درسوا بالجامعة هذا مو مشكلة كتير كبيرة، أو هذا أمر بيعزلهم عن سوق العمل، لا بالعكس، ممكن هو شخص ما يدرس بالجامعة ولكن يكون أفضل من أشخاص دارسين بالجامعة، يعني الأمر كمان نسبي. صحيح. وخصوصا الأسبوع الماضي أقمت ورشة أنت بكلية الإعلام كانت تحت عنوان البحث عن العمل وطريقة التوظيف والتقدم الوظيفي، خلينا نحكي شوية أبرز النقاط يلي توصلت لها من خلال هاي الورشة، وشو كان فيه هيك أكثر الاستفسارات يلي كان من قبل الشباب الموجودين يلي عم يعانوا من صعوبات؟ هلا بداية هاي الورشة كانت مميزة جدا خاصة بكليتي، لأنه أنا بالنهاية خريج كلية الإعلام، فرجعت على كلية بعد 3 سنين وأقمنا هاي الورشة، شفت الطلاب اللي هن بالسنين الأولى عندهم الشغف، عندهم طموح اللي كان عنا نحن بالبداية، ولكن تنقصهم كتير أمور. نحن حكينا عن 3 أمور أساسية اللي هي السيرة الذاتية، وعن توظيف الذكاء الاصطناعي بالبحث عن عمل والتقدم الوظيفي، واخيرا وليس اخرا عن اخلاقيات العمل. كثير مهم الشغف موجود، مهم الشغف موجود وخاصة عن طلاب السنه الاولى. حلو. نحن اكثر الاشخاص كانوا حاضرين بهذاك الوقت، حسب وقتنا كان نحن الورشه 2 و5، فاكثر الاشخاص كانوا هن طلاب السنه الاولى. فطلاب السنه الاولى عندهم هذا الشغف، عندهم هذا الطموح لحتى هن يعرفوا شو هو سوق العمل، نحن كيف ممكن ندخل سوق العمل. تعرضنا لاستفسارات بعد الورشه اكثر من الورشه، يعني احنا ورشتنا استمرت ساعه ونص، اعتقد ضلينا ساعه بعد الورشه، بعد ما خلصت الورشه الطلاب موجودين معنا على المدرج عم يحكوا معنا بما يخص الاستفسارات اللي تلقوها من المعلومات اللي اخذناها بالورشه. فالشيء اللي كان مهم كثير بالنسبه لنا هو السيره الذاتيه، نحن حكينا عن السيره الذاتيه بشكل كثير كبير، توسعنا فيها، حكينا عن كيف انت ممكن تلاقي شغل خلاصيتك الذاتيه، كيف ممكن تكتب سيره ذاتيه صحيحه. هذا امر يمكن اخذ وقت كثير طويل بالورشه، اخذ اكبر وقت بالورشه، واضافه حكينا عن الذكاء الاصطناعي، ولاحظت كثير مشكله عند الطلاب اليوم انه ما بيعرفوا شو الذكاء الاصطناعي، او في عندهم فكره عن الذكاء الاصطناعي ولكن ما بيعرفوا كيف بدهم يشتغلوا فيه، ما بيعرفوا كيف بدهم يوصلوا الذكاء الاصطناعي بحياتهم ان كان المهنيه او بحياتهم الشخصيه. فهذا امر كمان ركزنا عليه ضمن الورشه، وحنركز عليه ضمن فيديوهاتنا بالايام الجايه ان شاء الله، اضافه لموضوع اخلاقيات العمل، لانه انت باي شركه او باي مؤسسه او باي بلد اذا ما التزمت باخلاقيات العمل فانت حتكون اعتقد حتطرد. يعني يعطيكم الف عافيه، هاي الورشات جدا مهمه اليوم لحتى يمكن يستفيدوا طلاب الجامعات من كل المعلومات اللي عم تقدموها، ولازم يمكن تكون مستمره كرمال ما يوقعوا باخطاء. خلينا نحكي علي عن الصعوبات او الاخطاء اللي بتواجه اليوم الشباب بالحصول على فرصه العمل، شو فينا نوعيهم اكثر بهذا الموضوع؟ هلا انا بالنسبه لي كتجربه شخصيه عم شوف خطأين أساسيين كثير عم يواجهوا، يعني الأشخاص عم يواجهوا مشاكل كثير كبيرة فيهم، اللي هي النظرة المادية تجاه أي شغل أو أي مؤسسة عم يشتغل فيه، أنه أنا هدفي بس مادي بهي المكان، هدفي أنه أنا بس أنه اللي هي الفلوس أو المصاري. فهذا أمر يعني حيدمرك صراحة، حيدمر المسيرة المهنية تبعك. لا، أنت أحيانا ممكن تشتغل بأماكن يكون فيها دخل المادي أقل، ولكن انت حيكون فيها تطور، حتعمل فيها علاقات اكثر. هي بالنهايه المسيره المهنيه هي عباره عن علاقات، انت ممكن تتطور من شغل لشغل عن طريق علاقاتك. فالتركيز على العلاقات وعلى التطور المهني اكثر من النظره الماديه، اضافه انه يبتعد عن شيء نحن بنسميه قيل عن قال، يعني يبتعد عن الاشياء اللي هي والله انا ابن خالتي قال لي انه هون ما في شغل، او ابن عمي قال لي لا تفوت اعلام ما له مستقبل. هي شيء انا بتستفزني بشكل شخصي، بيحكوا معنا اشخاص على الصفحه، نحن يوميا يمكن بيوصلنا على البيج عندنا من 100 ل 150 طلب مراسله، يعني حدا يتراسل معنا يسالونا عن استفسارات بخصوص العمل. اكثر شيء بيستفزني هذا الامر، انه نحن انا قال لي رفيقي هيك عم بيقولوا لي انه هون ما في شغل. انت لا تخلي حدا يقول لك، عرفت كيف؟ انت اسال جرب. نحن عم نعمله على السوشيال ميديا لحتى تسالنا نحن، ما حدا تسال رفيقك او قرايبك او جارك بالبنايه ايا يكن يعني. طيب اليوم ممكن يكون في شباب كثير واشخاص كثير وحتى صبايا عندهم مهارات وخبرات يكونوا متمكنين منها، ولكن ما بيعرفوا يعملوا سيره ذاتيه او يكتبوا سي في خاص فيهم بيساعدهم على انهم يلاقوا فرصه العمل المناسبه لهم ضمن اختصاصهم والخبرات الموجوده عندهم. اليوم كيف انا فيني اعمل سي في واضح وبشكل صحيح ومناسب للخبرات الموجوده عندي؟ هلا انت قلت شغله كثير مهمه، هي كتابه السيره الذاتيه. هلا نحن اليوم في شيء متعارف عليه اللي هو العالم عم تصمم السيره الذاتيه. هلا التصميم هو شيء خاطئ،
100%. السيرة الذاتية هي كتابة وليس التصميم. تمام. انا اليوم لما اروح لعند جرافيك ديزاينر او مصمم لحتى يصمم لي السيرة الذاتية فهذا كثير خطا، انت عم تدمر سيرتك الذاتية. السيرة الذاتية اهم شيء تكون كتابة، لازم تكتب محتوى، بالنهاية هو عبارة عن نص، كانك عم تكتب سكريبت وليس تصممي بوستر او تصممي اعلان، فهي اهم شغله نحن ركزنا عليها خلال الورشه، وحتى الورشه اللي حنعمل الورشه اليوم بكنيسه الصليب مع فوج الكشاف، حتكون كمان ورشه حنحكي فيها عن هذا الموضوع انه السيره الذاتيه كتابه وليس تصميم، ضغطا في عده امور اساسيه اللي هي المسمى الوظيفي، اليوم الاتش ار او مدير الموارد البشريه اول شيء بيشوفه بسيرتك الذاتيه هو المسمى الوظيفي تبعك او ما يسمى الجوب تايتل، هذا الشيء لازم يكون صح، لازم يكون مناسب ويكون مناسب انت ويناسب الشاغر اللي كتبه مدير الموارد البشريه، واضافه شيء الناس ما حتستوعب اساسا انه نحن عم نحكي فيه اللي هو الصور، صورتك صدقا 50% من السيره الذاتيه بتحكم عليها صورتك، اذا صورتك صح او خطا، وخاصه بالشركات الكبيره والمهمه بيركزوا على الصوره، اذا انت عارف بشع صح او خطا، صح او خطا. تمام صحيح، يعني تفاصيل كثير صغيره يمكن الناس ما بتعرف اهميتها ولكن هي لازم ننتبه عليها اكثر. اليوم لما نحكي عن سوق العمل لابد انه نذكر موضوع السفر، اليوم العديد من الشباب الخريجين بعد التخرج بيطمحوا للسفر والعمل بالخارج، ولكن ما بيعرفوا اليوم شو هي الاساسيات او المهارات اللي لازم يمتلكوها، اللغات اللي لازم تكون موجودة عندهم، خبرنا أكثر تفاصيل. هلأ كمان هذا الموضوع نسبي، أمر نسبي بشكل كامل، لأنه اليوم أنا عندنا مثل مبيعات يختلف عن جرافيك ديزاينر، يختلف عن يشتغل بالمونتاج، يختلف عن المراسلين أو المذيعين، أو حتى الأطباء والمهندسين، فنحن اليوم الشيء اللي كتير مهم إنه كل شخص بمجاله، يعني أنا اليوم كشخص بالمبيعات بيهمني اللغات والمهارات، ما بيهمني الشهادات، أنا ممكن يكون معي على شهادة البكالوريا اشتغل بالمبيعات وأكون من أفضل الناس بمجال المبيعات، إن كان مجال الجرافيك ديزاين. أنا اليوم ممكن كمصمم ما يكون معي شهادة بالتصميم ولكن يكون عندي خبرة ومهارة بالتصميم، يعني بتخليني أول كثير من الناس معهم شهادات، فأنت لازم تركز على الخبرات والمهارات واللغات ولكن حسب تخصصك وحسب مجالك يختلف بشكل كامل. بما أنه علي اختصاصك سوق العمل والخوض بهذا المجال والتعمق فيه، اليوم أغلب الشباب يلي عم يدرسوا لسه بيلجأوا للعمل التطوعي بفترة الدراسة، شو رأيك بهذا الموضوع؟ له أهمية وصح هذا الشيء ولا ما أنه لازم الواحد خلص يركز بدراسته وبعدين يأجل العمل التطوعي؟ وهذا الشيء صح ومو صح، اقول لك ليش؟ انه هو عم يلجأ للتطوع خلال فتره دراسته، لازم يلجأ للتطوع خلال فتره دراسته وما بعد فتره دراسته، التطوع هو مو شيء انت بتعمله بس لحتى انت تكسب مهارات وخبرات، هو صح بيكسبك مهارات وخبرات كثير، بس ولكن انت بتعمله لحتى انت يكون عندك وعي اكثر تجاه مسؤوليتك المجتمعيه تجاه الاشخاص اللي موجودين بحياتك او الاشخاص اللي انت ما بتعرفهم، فالتطوع لازم يكون خلال الفتره الدراسيه لحتى تكتسب مهارات وخبرات وحتى تكتسب ايضا شهاده خبره من المؤسسه اللي انت اشتغلت فيها كمتطوع، هذا الشيء كثير بيفيدك خاصه بالشركات الكبيره انه يعرفوا انه انت كنت مشتغل كمتطوع، هذا الشيء بيرفع من اسهمك كثير بالشركه، اضافه ما بعد مرحله الدراسه، اذا الشخص اليوم ما في يلتزم مع مؤسسه كمتطوع ممكن هو يتطوع منه لحاله عن طريق السوشيال ميديا اللي نحن كنا عم نحكي عنها هلا، انه يقدم خدمه غير ربحيه ساعه يوميا بخلال مجاله، انا اليوم كمصمم مثلا خلينا نحكي على التصميم، انا اليوم كمصمم ممكن انا ساعه خلال يومي اعلم فيها التصميم لاشخاص ما بيعرفوا التصميم، اعرض على السوشيال ميديا عندي انه تعالوا انا بعلمكم التصميم بساعه بشكل تطوعي، التطوع هو مو شيء لازم نحن نعمله مره واحده خلال الدراسه، لازم نعمله على طول، لانه هو بيكسب لنفسنا بالبدايه ولمجتمعنا قيمه اكبر. طيب علي خلينا نحكي كمان اليوم لحتى نكتسب هذه الخبرات والمهارات لابد انه يكون في تسجيل بدورات تدريبيه بمعاهد تدريبيه باشراف كوادر، ولا سيما كثير من الشباب بتلجا اليوم لهي الدورات لحتى تنمي مهاراتهم المختلفه، خبرنا اكثر اليوم، ممكن اليوم في كثير من الدورات التدريبيه بتكون استغلاليه، الشباب ما بتعرف اليوم انه تختار بشكل صحيح، نحكي عن اهميه هي الدورات ان كانت على ارض الواقع او ان كانت كمان اونلاين عبر السوشيال ميديا. ممتاز جميل جدا. هلا لا لك شغله، الدورات التدريبيه ممكن تصقل مهارات الشباب وممكن تدمر مهارات الشباب بنفس الوقت، لانه انا الشخص اللي بدي اخذ عنده هي الدوره التدريبيه انا عم باخذ الفكر تبعه، هو عم باخذ هو شو بيفكر، هو شو بيعمل، هو شو رايه تجاه هي القصه، هي الفكره او تجاه هذا هي المهنه او هي الطريقه اللي بدي اشتغل فيها بمجالي او بحياتي بشكل عام، فلازم نعرف عند مين عم نتدرب، مين هذا الشخص، ما بكفي شهاداته وخبراته، بدنا نفهم نحن الدوره اللي بيقدم لي اياها، لانه انت انك تاخذي دوره وتتعلمي من شيء هذا امر سهل، ولكن انك انت ترجعي تثقلي
فكره عندك او ترجعي تعيديها من الاول، او مثل ما تعملي شيء اسمه ريبراندنج، انك ترجعي انت تفكري بالفكره بشكل جديد وبشكل مختلف، هذا امر صعب كثير، وخاصه عند الانسان بدك اعاده تاهيب. فلازم نحن ننتبه كثير منيح عند مين عم ناخذ دوره، مين هذا الشخص، شو انجازاته، شو نجاحاته، شو حيعلمني بالدوره، شو حيقول لي، يمكن يقول لي شغلات غلط انا اروح فيها على الشركات وكون انا مقتنع فيها وضل مقتنع فيها. فهذا الامر جدا لازم الانسان يكون منتبه فيه ويراقب عند مين عم ياخذ الدوره التدريبيه، ان كانت على الارض الواقع وان كانت اونلاين. علي، اخر سؤال ويمكن سؤال كثير ضروري وكثير مهم نوضحه لكثير من الشباب يلي عم يواجهوا هلا التغييرات والتطورات بسوق العمل وما عم يلحقوا، هالشيء يمكن بخليهم بحاله ضياع وتشتت وما بيقدروا يحصلوا على الفرصه المناسبه لإلهم، كيف ممكن اليوم يتعاملوا مع هي التطورات لحتى يلاقوا الشيء اللي بيناسبهم؟ جميل جدا. هلا لك شغله بخصوص التغييرات، اليوم ما في تغييرات بسوق العمل، في بس تطورات مثل ما حكيتي. تمام. سوق العمل هو عم يتطور يوم بعد يوم مثل اي مهنه بالعالم، مثل الفن، مثل اي شيء ابداعي، اي شيء يتعلق بسوق العمل فهو في تطور. لانه نحن اليوم بهذا المجال بسوق العمل اذا ما تطور هذا سوق العمل فحيضل مكانه نفسه، ما حنحن نقدر نقدم فيه شيء جديد. ففي تطورات بسوق العمل، اللي بيلاحق هي التطورات هو يعني شيء جدا سهل وطريقه جدا بسيطه عن طريق السوشيال ميديا. لكن عم نحكي قد ايه السوشيال ميديا مهمه، قد الانسان قادر يطور حاله من خلال السوشيال ميديا ويسوق لنفسه. فانت عن طريق السوشيال ميديا ممكن تعرف كل شيء بحياتك، اضافه عن طريق العلاقات انت ممكن تفهم وين صار سوق العمل وكيف تطور سوق العمل وانت شو لازم تعمل بسوق العمل. واساسا انت اذا ضليتي بسوق العمل وعم تشتغلي فانت اساسا رح تواكبي التطورات بشكل لا ارادي بدون ما تحسي، انت حتواكبي هذا الشيء. اما اذا بعدتي عن سوق العمل، مثلا خلينا نقول بالمجال الاعلام، إذا أنا اليوم ضليت بعيد عن مجال الإعلام 10 سنين أكيد 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 رح تغير كثير شغلات علي من قبل 10 سنين لهلا، بس إذا أنا كنت بمجال الإعلام خلال 10 سنين ممكن أنا ساهم بالتطور كمان إذا ضليت. طبعا هلا 100%. هو التطور أساسا بيجي من الأشخاص، الأشخاص هن اللي بيطوروا، هن اللي بيحطوا القواعد والتطوير والأمور الأساسية اللي ممكن أي شخص يعطيها للأفراد الآخرين، يعني بيكونوا هن جداد على المؤسسة عم يشتغل فيها أو بيكونوا هن أساسا عم يتدربوا فيها لحتى يشتغلوا فيها بالمستقبل. أكيد. بالختام علي بدنا نشكرك كثير لأنك عم تحاول قدر الإمكان إنك تساعد الشباب بتوضيح كثير من الامور عن سوق العمل. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير هايدي لك. شكرا كثير لكم. اهلا وسهلا فيك علي نزار. اهلا وسهلا.